ونبدأ كلامنا ونقول فعلا فعلا مليون مبروك للنادي الأهلي والجمهور المحترم والجمهور العظيم اللي بيكون سبب ورا كل نجاح برضو يا كريم، صحيح. ومجلس الإدارة المحترم واللعيبة والجهاز الفني. نادي الأهلي بيحصد لقب النادي الأفضل في إفريقيا لعام 2023 متفوقا على كل أندية القارة. بنتكلم في حفل يعني كبير جدا وعالمي بالأمس، توزيع جوائز الكاف لعام 2023، ويعني المغرب كلها كانت بتحتفل، ومش بس المغرب، كل الدول كانت بتحتفل، كل الدول كانت بتتابع، لان زي ما بقول لحضراتكم الاسماء اللي كانت مرشحه كلها اسماء عالميه، فما هوش حدث مثلا افريقي او عربي او محلي، لا ده حدث عالمي، استفتاء عالمي، كل العالم وكل الصحافه بتتابعه. يعني كلام كتير جدا محتاجين بصراحه ان احنا نقوله، ومشاعر فعلا عظيمه جدا جوانا كلنا، لكن بجد شيء محترم المشهد اللي احنا شايفينه ده دلوقتي كاهلاويه، وامر منطقي وطبيعي برضو. خلينا نقول على فكره فوز الاهلي كريم بلقب افضل نادي في افريقيا عام 2023 حققنا فيه بتالي كل البطولات المحليه طب. والقاريه باستثناء طبعا بطوله السوبر الافريقي. ويعني برضو لو جينا بصينا على انجازات النادي الاهلي 2023، هي كانت سنه حلوه بصراحه على جدا النادي الاهلي، جدا سنه جدا. استثنائيه. هتلاقيه بطل الدوري المصري برصيد هنا 83 نقطه، حقق المكسب ده 25 مره وتعادل في 8 مناسبات، خسر مباراه وحيده، لكن اكبر نسبه فوز واكبر عدد تسجيل اهداف كان 63 هدف، واقوى خط دفاع كمان يعني سكن المرمى بتاعه 13 هدف. فبلغة الأرقام شيء محترم جدا. اللقب ده كان تقريبا آخر مرة خدناه كريم كان 2013، فغايب عننا 10 سنين برضو، دي سادس مرة بالمناسبة برضو النادي الأهلي بيحصل على هذا اللقب. فإنجاز مش هنقول جديد، لكن إنجاز حلو إن أنت برضو بتعود مرة تانية. في كده أوقات بيحصل دروب، ممكن الدروب ده يبقى سنة اتنين تلاتة، هو في اللقب ده تحديدا كان بعيد شوية، لكن أنت بتعود مرة تانية، فأعتقد ده إنجاز كبير. بالإضافة طبعا لسه الجوائز اللي احنا حققناها بالأمس اللي بجد يا كريم لا حاجة مشرفة فعلا، لأن ده استفتاء محدش يقدر يجي يقول لك أصل حد بيجاملك على حسابه خالص. على فكرة الأسماء اللي كانت مطروحة واللي كانت بتكمبيت معاك أو بتنافس مع الأسماء بتاعتك سواء اللعيبة أو حتى الأندية، أسماء كبيرة أسماء عظيمة، ما ينفعش أصلا حد يجامل حد على أساسها يعني.